طريق النهاية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا معلم اسمع انت وياه، في شخص عم يهرب سلاح لمناطق الدواعش. يا لطيف يا معلم. ايش هو المطلوب منا معلم؟ جايكم بالحكي. تفضل. هذا الشخص رح نحجزه ونوقفه بمقر الكتيبة، هو والصهريج تبعه، بس ما رح نخليه كتير بالمقر، رح ننقله على مكان تاني. لوين؟ بعدين خبركم لوين. معلم انت تأكدت انه عم يشتغل مع الدواعش؟ طبعا متأكد، شو هالحكي الفاضي؟ وبعدين ما بدي اسئله بلا طعمه. سامحنا معلم. كمل شغلك هلا انت وياه، ويبقى انا بخبركم على الموعد والتفاصيل. حاضر معلم. طبعا هالحكي بضل بيناتنا ها، مشان ما ينتشر هون وهون ويوصل للشخص المطلوب. اكيد معلم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك لك فيه يا رامي، والله نظيف الصهريج ومرتب. اي والله الحمد لله، والله صورت له اياه لاخي من شي 10 ايام لما اشتريته وعجبه كثير. الله يبارك لك فيه ورزقك. شبهن هدول كانه عم بيأشروا لنا. بيكون حاجز تفتيش، مو شايفهم مسلحين وملتمين كمان؟ خير معلم. اعطونا الهويات. تفضل. تفضل. والجوالات لو سمحتوا. شرف سيدي. وهاي الجوالات. هاي الموبايل. تفضلوا انزلوا. وليش حتى ننزل؟ خير شو في؟ انزل انت اياه وبلا لاي فاضي. شرفوا طلعوا بالسيارة. ليش بدنا نروح معكم؟ ولوين؟ لوين اخديننا؟ ومين انتو اصلا؟ هيك يعني على ابو عماها شرفوا انزلوا؟ الله لا يوفقكم. لوين جايبيننا؟ شو هالقرن المقطوعة هاي؟ ادي خلاص ونزل يلا. شرفوا انزلوا شرفوا. لوين بدنا ننزل؟ لوين؟ نقلع انزل من السيارة. هي دايتي من كوم جنديرز. وطي صوتك لا يسمعنا. ايه بعدين دخيلك يسمع، لا معه تليفون ولا شي. بعدين انت التاني حدا بدخن هالزفت هذا هو بمهمة؟ طلع معه مصاري 28,000. نحن علينا نعتقله لأنه داعشي. إيش بده بالمصاري تبعيته؟ بعدين أنا شعب بقول لك وأنت شعب جاوي. ما في عيش بلا مهمة وغير مهمة بده دخن. نزلوا لك. مشان الله يا أخي، بس فهموني مين أنتو وشو عامل أنا؟ ما بتعرف حالك شو عامل كمان؟ ما هو بيعرف. هلا بدك تعترف ونحن عم نصورك انك داعشي وعم تنقل سلاح للدواعش. مستحيل، انا ما بعترف بشي ماني عامله. بدك تعترف هلا؟ بدي امسك الموبايل وصورك مقطع فيديو وانت عم تعترف بالحكي اللي قلت لك عليه. لك شبكون شو بدكم بالزلمه؟ عشان الله هدول خاطفيني بدهم ياني اعترف اني داعشي. لك شو عم تحكي انت؟ شو عاملين انتو؟ شو خطف ما خطف؟ اخي هذا واحد داعشي ونحن اعتقلناه وبده يعترف. لك انت داعشي شي؟ اقسم بالله ما لي داعشي وما لي علاقة بكل الموضوع ولا بعرف عن شو اللي عم يحكوا عليه. على وعيسى حملوا حالكم وخدوا المصيبة اللي عاملينها وطلعوا من البيت فورا. يلا طول بالك لوين نروح؟ انا ما دخلني ومو ناقصي مصايبها. طلعوا كلكم البيت فورا. يلا. ايه شبك طالعين هلا فورا على السريع. لا قصر لك، قلنا لك تطالعين هلا. سيدي في شاب بده يقدم بلاغ عن شخص باع صهريج مسروق. تمام خلي يفوت. حاضر سيدي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تفضل ارتاح. يعطيكم العافية سيدي. عرفني عن حالك وشو البلاغ اللي بدك تقدمه وضد مين؟ سيدي أنا اسمي مرزوق وعايش في مخيمات تل الكرامة بأطمي، واشتريت صهريج من شخص وأكد لأنه ما عليه مشاكل وأنه بده يبيعه لحتى يساعد رفيقه بالمصاري. ايه وشو صار؟ سيدي اللي صار انه شفت صورة الصهريج على النت ومعممين عليه انه هو مسروق وحتى انه صاحبه مو مبين. اوف يا لطيف، فيك تأرجيني التعميم وتعطيني اسمه عنوان الشخص اللي اشتريت الصهريج منه؟ طبعا سيدي، تفضل هي التعميم وهي ورقة عليها اسم الشخص وعنوانه والصهريج جبته معي ليكو تحت. طيب وانا شو بأكد لي انك انت ما كنت بتعرف انه مسروق وبس شفت التعميم خفت وقلت لحالك يلا بلغ عليه وبنفذ بريشة؟ والله يا سيدي عم احكي لك الصدق ومستعد واجه الشخص اللي باعني. طيب يعطيك العافية وياريت تبقى عنا لبين ما نجيب الشاب. مساعد قصي. حاضر سيدي. بتروح فورا على هذا العنوان وبتجيب لي هذا الشخص وبدون أي شوشرة.
حاضر سيدي، فورا فورا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين شريف. سيدي إجانا شخص. هات لشوف يا علي أفندي، من وين صارق هالصهريج اللي بعته لمرزوق؟ سيدي ما لي سرقه، هذا غنيمة. شو؟ غنيمة؟ لك غنيمة شو؟ مين اللي فاتي لك إنه هذا الصهريج غنيمة؟ يا سيدي، قائد كتيبتنا خبرنا إنه في شخص داعشي عم يهرب سلاح للدواعش بهالصهريج. إيوه، ما شاء الله، بتقرروا وبتحكموا على العالم وبتنفسوا الأحكام كمان. يا سيدي، هذا معلمي وما بحسن أقول له لا، لأني ما صلي زمان معهم بالشغل، كله عشت أيام قبل الحادثة. طيب، ومرزوق بيعرف بالقصة؟ سيدي لا ما بيعرف، وأنا فهمته إنه الصهريج نظيف وممتاز، ومعتاز مصاري بدي أساعد رفيقي لأنه عنده مشكلة. طيب، وينه صاحب الصهريج هلأ؟ سيدي لساته عنا حاج زينو، لأنه ما اعترف. العمى بعيونكم العمى، لك وين حاج زينو؟ ببيت بقطمة بتل الكرامة. رائد شريف؟ حاضر سيدي. خذ الشاب مع دورية وجيبوا لي الأشخاص اللي بالعنوان اللي بدليكم عليه، وديروا بالكم منيح، في شخص مخطوف معهم وأكيد بيكون معهم سلاح. حاضر سيدي حاضر. أخرتوا كتير يا شريف. سيدي تعبنا معهم شوي، في اثنين هربوا قبل ما نوصل. ايوه، وعرفنا بالتحقيقات ان هن زيدان قائد الكتيبي وشخص تاني اسمه عيسى، ومسكنا اثنين منهم. أيوة. والمخطوف كان بغرفه مقفوله عليه، وواحد من اثنين رفع علينا سلاح وهددنا بقنبله كان حاملها بيده بس ما فتحها. ايوه، بعتوا لي اياه فورا. حاضر سيدي. او بعتوا لي بالاول المخطوف. فورا سيدي حاضر. هات اخي الكريم، احكي لنا شو صار معك. سيدي كنت ماشي بالصهريج. ايه. ومعي ابن عمي خلدون، وبالطريق وقفتنا سيارة فيها 3 أشخاص من التمين. طلبوا الهويات والجوالات وأخذوا مني المصاري اللي كانوا معنا. قديش المبلغ؟ سيدي 28,000 ليرة، يعني اللي كنا حاملينهم. وشو اللي صار بعدين؟ سيدي حطونا بالسيارة وأخذونا على منطقة مقطوعة. ايه؟ خلوا ابن عمي ينزل من السيارة وتركوه وأخذوني أنا. على هو ما فهمت أول شيء، وصلنا على جنديرس. ايوه، وضليت هنيك شي 9 أيام، وبعدين أخذوني على قطمة، يمكن بمخيم أو تلة الكرامة، وطلبوا مني صور مقطع فيديو على أني تابع للدواعش وإني عم بنقل زخيرة بالصهريج، بس أنا رفضت، وصاحب البيت اللي كانوا حاطيني فيه سألني إذا أنا إلي علاقة بالدواعش ولا لا. ايوه، وخبرته أني مدني وبحالي، فطلب منهم أنه ياخذوني ويتركوا البيت، وأخذوني على بيت تاني، وبعدين الحمد لله إجت الدورية وحررتوني ومسكتوهن. طيب، ما تعرفت على حدا منهم؟ سيدي هون بالمخفر تعرفت على واحد من اللي كانوا خاطفيني اسمه علي، وأنا بدي أدعي عليه. تمام تمام، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سيدي. وقع على أقوالك. تفضل ادخل. تفضل سيدي. هي أقوال عابد ما بيعرف شي عن القصة، وتأكدنا من هالشي، بس قضية تستر. أما ابن عم رامي حكى أنه كان معه وقت الخطف وزدتوه بقرنة مقطوعة بعد ما أخذوا موبايله، بس ما بده يدعي على حدا. وسالم أفندي؟ سالم اعترف بكل شيء، وفوق هيك بتعاطى حشيش وحب، وهذا السبب اللي خلاه يخاف ويسحب سلاح وقنبلة لما وصلنا بالدورية. ايوه، الله يجزاكم الخير. وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بالنظر للتوصيف الشرعي لما أقدم على جنايته المتهمون، فإننا نجد أن المعاصي والغواية هي من جمعت هؤلاء المجرمين، وباستغلال انتسابهم لصفوف المجاهدين كما يزعمون، وهم عبارة عن تجمعات عسكرية لا عمل لهم سوى الاعتداء على محرمات المسلمين واستغلال ضعفهم، وباستخدام سلاح الجهاد وتعاطي المسكرات والمخدرات والعبث بعقول الشباب المجاهد. وهذا ما قام به المتواري زيدان، الذي استغل منصبه كأمير كتيبة وعناصر الكتيبة ومنهم المتهم علي، وجعل من مقر الكتيبة مكان احتجاز المدعي رامي ومحاولة الضغط على المدعي لإقراره بأنه يعمل مع الدواعش وبالاشتراك مع المتواري عيسى والمتهم سالم، وهو من أصحاب السوابق ومتعاط للمخدرات وإخافة وإرهاب المسلمين في مخيمات النزوح، والتي حولها أمثال هؤلاء لأماكن فجور ومعاصي. وإنما أقر به المتهم علي والمتهم سالم يوصف بجناية حرابة وخطف باستخدام سلاح حربي بهدف سلب المال وبالاشتراك مع البقية المتوارين، وقد تحقق ركن الحرابة في الخروج وقطع الطريق لأخذ المال. وقد أكد المتهم علي أنه قام بتنفيذ أوامر أميره زيدان، وكذلك المتهم سالم
ولوجود هذه الشبهة تعتبر جناية الحرابة التي قام بها المتهمون غير مكتملة الأركان، وعليه فإنما أقدم المتهمون على جنايته يستوجب التعزير الذي يلائم حالتهم وجنايتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إسقاط الحق الشخصي من قبل المدعي. أما جناية تعاطي الحشيشة المخدرة والحبوب المخدرة فقد أقر المتهم سالم بتعاطيه لها، وهو بالغ عاقل مختار على العلم بحرمتها شرعا، وقد قرر جمهور الفقهاء على أن عقوبة تعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة هي التعزير، وقد أقر المتهم سالم أنه أقدم على إشهار قنبلة يدوية لمنع عناصر الدورية من إلقاء القبض عليه، وقام بترويع الآمنين، ويستحق العقوبة التعزيرية المناسبة لها. أما المتهم عابد فقد أقر أنه تستر على جناية خطف المدعي ولم يقم بواجبه بالتبليغ عن الجناية للسلطات، وعليه فإنما قام به يعتبر جناية يستحق بموجبها التعزير المناسب. وعليه ولكل ما تقدم قررت هيئة الحكم بالإجماع ما يلي: أولا، إدانة المتهم علي والمتهم سالم بجناية اعتقال المدعي رامي باستخدام سلطة المجاهدين واتهامه بأنه ينتمي لتنظيم الدولة لابتزاز أهله بالمال وسلبه ما يملك لصالحهم الخاص والافتئات على القضاء. ثانيا، تعزير كل منهما بالسجن مدة سنة هجرية كاملة من تاريخ توقيفهما وبمبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي عن كل مدان، وبالجلد 50 جلدة لكل منهم. ثالثا، إدانة المتهم سالم بجناية تعاطي الحشيشة المخدرة والحبوب المخدرة. رابعا، تعزيره بالسجن مدة 6 أشهر والجلد 50 جلدة. خامسا، إدانة المتهم سالم بجناية مقاومة عناصر الدورية وإشهار قنبلة يدوية وتهديدهم بتفجيرها وترويع الآمنين. سادسا، تعزيره عن ذلك بالسجن 6 أشهر من تاريخ توقيفه. سابعا، إدانة المتهم عابد بجناية التستر على خطف المدعي وتعزيره بالسجن مدة 3 أشهر من تاريخ توقيفه. ثامنا، متابعة المتورين من قبل النيابة العامة أصولا قرارا وجاهيا مبرما غير قابل للاستئناف صدر وأفهم علنا. طريق النهايه.